السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقييم من الوحدة 5، الإزاحة والقوة في بعدين، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح بإيدك. ما الحالات التي يمكن فيها استخدام نظرية فيثاغورس فضلا عن قانون جيب التمام لإيجاد مقدار المتجه الناتج؟ شو برأيك عندما تكون الزاوية بين المتجهين قائمة؟ تتناول المسألة سيارة تتحرك لأعلى في إحدى الهضاب، لذلك يحدد النظام الإحداثي باستخدام المحور إكس الموجب الموازي لسطح الهضبة. نرسم هاي الهضبة وهذا الجسم، هذا المحور إكس. ليش رسمت المحور إكس للأعلى في اتجاه الحركة وهذا محور واي؟ تتناول المسألة أيضا حجرا سقط على السيارة. ارسم مخطط للمسألة ووضح مكونات متجه سرعة الحجر. فبنرسم الحجر وبنرسم سرعة الحجر في هذا الشكل، ستكون نرسم مركبتيه المتعامدتين Fx تعامد Fy، Fx على المحور X و Fy على المحور Y. وفي رعاية الله.